عايزة اتكلم برضو عن الراجل في حاجة، انه لما يتحبس، احنا دلوقتي اتكلمنا انه 3 شهور ما دفعش النفقة، هو اتحبس، ده القانون خلاص، ده التعديل الجديد، تمام. ده هيأثر ازاي على هي طبعا كل ده الولاد؟ ده هيوتر، مفيد؟ هيوتر. لا لا لا، شوفي حضرتك، هم اول ما دخلوا في حالة يعني العند، هيعكس بقى حياته انه هو في حالة العند هو يدفع الاطفال ويبقى هم ملتزم؟ بيعانوا، والزوجة بتعاني، خصوصا زي ما تفضلت الأستاذة وقالت لو هي ما عندهاش مصدر دخل. عشان كده احنا يعني اشتغلنا كتير قوي، او بنشتغل كتير قوي على تمكين المرأة، لان احنا عايزين نقول صحيح. ان المرأة لازم تكون ممكنة اقتصاديا وعلميا وثقافيا واجتماعيا عشان تبقى كائن كامل الأهلية، ما تبقاش محتاجة لحد ان هو ينفق صحيح. عليها، وما تبقاش مضطرة ان هي تضغط على أدميتها وعلى حياتها عشان لقمة العيش. لكن برضو بنقول ان احنا اذا ارتضينا بس دي واخترنا، حقوقها يا فندم. حقوقها طبعا، ما هي ده حقوقها، ده طبيعي، بس اذا احنا ارتضينا وتزوجنا اخترنا، يبقى لازم بنحاول نخلي حياتنا افضل، بنحاول نستوعب بعض، بنحاول نبعد قوي عن فكرة الطلاق. يعني بلاش الطلاق يبقى عند كل مشكلة، نحاول نحل مشاكلنا. طب اذا هنلجأ للطلاق، يبقى نلجأ للطلاق بالود، ونحاول ان احنا بقدر الامكان نقلل من الخسائر، سواء على الولاد او على الزوج والزوجة اللي هم طرفي عملية الطلاق. لانه ده ساعات صعب الطلاق طبعا، على فكرة بيبقى حل، انا مش ضد الطلاق ابدا دايما، بس بعده بقى. بس بعد، بس يعني اذا كنا جربنا كل الحقوق ووصلنا، او كل الحلول ووصلنا انه خلاص هو الطلاق هو الحل، يبقى نتطلق بشكل طب كويس دلوقتي انا عندي يحفظ مثلا علاقة ادبية بين قصة الاثنين. انه هو قادر وقادر جدا والجميع ده يعلم عندي يا انه فندم، قادر، ده عند، مش بس هي هو بقى القصة ايه، وبيدفع، انتقام. بيدفع دي نقطة تانية ما برضو، ساعتها بيدفع، بس بيدفع اللي هو عارف كويس قوي انه هو لا عايز يكفي، يذلها، لا هو عايز هو عارف يذلها، كويس جدا انه وساعات الولاد بيبقى عند مصاريفهم اكتر من كده بكتير وهو بالظبط. قادر. وهنا احنا بنقول للراجل يعني العند مش على اولادك، يعني العند مش على مستقبلك اللي هم الولاد دول حاملين اسمك. الحاجة التانية انه العند ما تعنتش على ست كانت عايشة معاك وخلفت منها اولاد وتنتقم منها بهذا القدر. وفي الحقيقة ساعات بتسوء العلاقة لدرجة ان تبصي تلاقي حضرتك جبهة كاملة بتعادي هذه الزوجة، او جبهة كاملة العيلة بقى. بتعادي هذا الزوج. وينسوا كلهم، كلهم بينسوا ان في اطفال. صحيح يعني صحيح ساعات الجد والجده صحيح، والخال بينسوا والعم الأحفاد. وكل ده بينسى ان في اطفال، وساعات يتكلموا بان ده من منطلق حبهم للاطفال. احنا خايفين يعني عليهم. يعني انا خايفين عندي عليهم. تعقيب بس على اتفضلي يا كلام استاذ ايه. الدكتور في حاجه، انه احنا النهارده انا شايفه ان انا النهارده لما اغلظ العقوبه واخليها سنه حبس، اي نعم ثواني، ان 10 هي سنين كانت المفروض او مش ان سنه. هي يعني ان هي بعيدا عن انه انا النهارده بقول ان هي المساله في الاول وفي الاخر بتكون عند، فانا برضو بعمل حاله من الردع، انه أيوة انا ده النهارده مهم، برضعه. فاه في ناس يعني انا النهارده لو انا يعني حابه مفيد احل، الحبس مفيد جدا تقصدي؟ انا طبعا، لانه انا النهارده لو انا عايزه احل الامور بشكل ودي، فانا يعني اوريدي احلها من الاول، مش هستنى لما الزوجه تروح المحاكم وترفع دعاوى واجي اقول احلها. بس هو ما هي دي بقى هو هنا، الاهل علشان كده النهارده العقوبه سنه، ممكن بالظبط، يعني حضرتك قلتي يعني المفروض تبقى 10 سنين، والله السنه دي ممكن تبقى مفيده في انه يلتزم مش بعد عارفه كده، السنه دي يعني او عباره زي عن ما ايه. بيقول يعرف بصي يا ان الله فندم، حق. هو بيعتذر، لكن للاسف 10 في سنين هو ناس، الموضوع انتهى للاسف في خالص. ناس ما بترتضعش الا لما تلاقي في حزم، تتوجع. هو اصله فاهماني؟ بيحس، هو فده الراجل يمكن هنا، بيخاطب الفئه دي هو من الراجل هنا، الازواج، ان انا النهارده بعمل لك ردع. الراجل هنا بيحس انه الانفاق ده سلاح في ايده، بالظبط، فعايز ايوه يوجهها دي بهذا حقيقه. السلاح. اللي حصل من الحكم ده او اللي حصل من التوجه ده تهذيب لهذا السلاح، انه لا، السلاح ده مش هتوجع بيه، السلاح ده حماية لأولادك. أنت بتنفق على أولادك أو بتنفق على زوجتك وفقا لشرع ربنا اللي هو حلله وأهم ليها. حاجة المدة الزمنية، أنه تمام، يعني صعب. 3 شهور الموضوع كده أصبح يعني سريع جدا أنه ياخد قرار.